أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الإخبارية لقناة المكلة المحلية، نبدأها بأبرز العناوين. وكيل أول حضرموت يناقش مع وفد برنامج الغذاء العالمي زيادة التدخلات الإنسانية. تسليم شاحنات صندوق النظافة والتحسين بمدينة المكلة مقدمة من حكومة اليابان. المحافظ اللملس يطلع من وفد البرنامج الإنمائي على خطة عمل مشروع تطوير ميناء العاصمة عدن.